السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. يا رب النهارده جايين مع بعض فيديو جديد، هو تصميم سوشيال ميديا بطريقة كويسة جدا ما ياخدش اي وقت مننا ان شاء الله. رقم واحد يا شباب، معانا المنتج بتاعنا بي ان جي بالشكل ده، معانا الباك جراوند العادية بتاعة الفوتوشوب بالشكل اللي احنا شايفينه ده البيضة، وبعد كده هنيجي على الباك جراوند نضغط ضغطة وهنعمل خلفية للتصميم بتاعنا. الأفكار دي كويسة جدا ومفرقعة، وفي نفس الوقت بتعمل تنشيط للصفحات السوشيال ميديا بطريقة كويسة جدا. نعمل سوليد بالشكل ده، ممكن نختار أي لون من الألوان اللي احنا شايفينها دي، يعني ده لو أنت حابب لون زي كده أهو، أو لو أنت عايز تيجي من هنا كده أهو يا شباب كمثال. فين هعمل من هنا كده بشكل مستطيل، هعمل مربع كبير بالشكل ده، واجي من هنا اختار اللون البينك وليكن بالشكل ده اهو، وانزل بيه تحت المج يظهر معايا الشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده يا شباب هاجي من الشكل المستطيل ده برضو، وهعمل مستطيل تاني بالشكل ده اهو كمثال، يظهر معايا الشكل ده. طبعا عشان هما نفس اللون مش هيظهر لي، بس هيبان ان في خطوط. اختار وليكن اللون الابيض بالشكل ده، واجيب المستطيل بتاع كنترول حرف الاي، يظهر معايا المربع المتقطع ده، اظبطه كده في النص، ونفس الكلام هنا كده كنترول حرف الدي، يبقى كده ظبط معايا في النص يا شباب. بعد كده يا شباب افضل ضاغط على المستطيل بتاعنا، ومن هنا كده من اللون الابيض اختار لون اغمق منه شويه كمثال بالشكل ده كده اهو، وبعد كده اجي من هنا كده نفس الكلام من الاعدادات، وابتدي اشدها على اليمين خالص يظهر معايا الكلام ده كله، عايز اشدها في منتصفها كده يظهر معايا الشكل ده. انا كمثال اخليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده يا شباب هطلع بالمج فوق هنا كده، اصغر حجمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو كمثال، وهاخد المستطيل والمج مع بعض اجيبهم بالناحيه الشمال دي كده شويه، وبعد كده يا شباب اكتب هنا حرف الان، واغير الخط بتاعها وليكن ممكن اسيبها زي ما هي، وممكن اغير الخط بالشكل ده، واجي هنا كده واكتب 2 اف بالشكل ده، واخد الاف دي بالشكل ده كده يا شباب، اغير اللون للابيض، نفس الكلام لحرف الان اخليه باللون الابيض بالشكل ده، اخد الاثنين كده بالشكل ده هنا كده وليكن، بعد كده اخد حرف الان لوحده كنترول حرف تي، واظبطه مع المج اللي معانا كده كمثال اهو يا شباب، ونفس الكلام لحرف الاف هنا كده، اولا نظبطه مع حرف الان كده الظبطه بتاعته، نطلع كده فوق عشان مش هيكون مظبوط بالشكل ده كده اهو، وانزل بيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو يا شباب بالشكل ده. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ يعني اعتبر ان المج ده هو حرف الاو يا شباب. يعني الموضوع بسيط زي ما احنا ما شايفين كده. هاجي على الاسيست بعد كده، معانا منصات السوشيال ميديا بتاعتنا، نرفع الاسيست فوق كده الباك جراوند بالشكل ده اهو، وبعد كده اللوجو بتاعنا نفعله بالشكل ده ونصغره بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو يا شباب. الموضوع بسيط خالص، ممكن نصغر ده كمان اهو بالشكل ده، يظهر معانا الشكل النهائي بالشكل ده. ممكن اطلع بقى حرف الاف ده كده شويه هنا اهو، وحرف الان انزل بيه او اسيبه زي ما هو كده اهو بالشكل ده. يبقى على اساس ان هي زر، يعني زي ما بيظهر في الموبايلات، ان انا اسحب المج بالشكل ده هنا كده بقى. ده لو انت عايز تلعب مع العملاء بتوعك، يعني الموضوع ده جميل جدا يا شباب. ممكن تعمل له موشن، ممكن ان انت تخليه يبقى بيتحرك بسرعه والناس توقفه عند مكان معين وياخدوا اي هدايا او اي حاجه، او تسيب التصميم زي كده ان انت فاتح او ان انت قافل، يعني على حسب الطريقه اللي انت عايز توصل بيها للزبون. معانا مستطيل من هنا اللون اهو يا شباب، نقدر نغير اللون بتاع المستطيل تاني بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو، لكن مش هناخد الابيض خالص الخام ده، هو اللون ده كويس جدا او اللون ده. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، سيب تعليق قول لي في رايك، قول لي لو انت محتاج تصميم لحاجه معينه او بطريقه معينه او لمنتج محدد، وانا ان شاء الله هعمله لك في اقرب وقت باذن الله. معاك لينكات حساباتي اللي على السوشيال ميديا في الديسكربشن، تقدر تسألني أي سؤال في أي وقت، وإن شاء الله هرد عليك في أقرب وقت بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.